احنا في الحقيقه ما تتعرفش المسلسل كله، ما كتعرفيش القصه من اولها حتى لاخرها، فهمتي؟ يعني كتاخدي انت لما ملي تيكون عندك دور اول وداكشي راه تاخدي السيناريو كله من الاول حتى الاخر، غتقراي تعرفي شنو كاين. بالنسبه لينا حنايا الادوار اللي هي ماشي الاولى في السلسله، كتكوني كتاخدي غير مجرد المشاهد ديالك، في كل نهار كتمشي كتاخدي المشاهد ديالك سور بلاس، كيفي ما غاداش تعرفي القصه كيفاش دايره ولا هادي، باش عارفين كاينين ثلاثه البنات اللي هما سجينات وهادي وتيخرجوا للمجتمع خارج السجن، كيفاش غادي يعاملهم الناس وكيفاش غتكون حياتهم الشخصيه وسط الناس وهادي، ولكن ما عارفينش الاحداث كلها كيفاش غتكون. وملي تنتفرجوا فيه، ملي بديت كنتفرج من الحلقه الاولى يعني تار انتباهي بان راه القصه رائعه وضروري خصني نتفرج فيها كل نهار. جوستومون راه هذا هو المشكل اللي لقيت حتى في زنقه، ملي تنكون شحال من واحد ولا شحال من وحده كتوقفني وهادي ومالك مع بنتك وهادي، وشي وحده كتقول لها لا وخاصها تحكمها، يعني كل واحد واحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا ضد الفكره انني ضد انني نكون دايره معاها قبيحه ولا عادي ولا، ولكن الام هي كتقلب على مصلحه بنتها، يعني ماشي نكوتي نيجاتيف هذه اللي كانت فيها الام كاع، يعني راه كتخاف على بنتها، باغا بنتها تاخذ راجل اللي يسترها واللي يكون بها واللي ما يكونش محتاج يخليها انها محتاجه لشي حاجه، ولا اي ام كتبغي بنتها تحافظ عليها. حنا المغربيات كنا كنخافوا على البنات، ولو هذا الوقت راه وليتي تخاف على البنت وعلى الولد، لي دو اون ميم طون راه ولاو مشكل في حياه الوالدين. فتنتفاجئ، والبارح انا كنت هنا في كانت واحد ليفينمون ديال القفطان، وملي دخلت وانا مع الصحافه والناس وداك الشيء، الصحافه تيقولوا لي كاين اللي ما تيهضروا لي على هذه القضيه ديال هذا الدور، انني كنت واعره في البنت وبانني كنت ضدها وفهمت هذه. فتنشوف انايا بالنسبه لي انا شخصيا عشت مع امي بحال هكا، كانت كتخاف عليا، كانت كتمنعني من بزاف ديال الحوايج، كانت كت ايه بيني وبينكم تزوجت اللي بغيتو انا، يعني ما كانتش رده الفعل ديالها من ناحيه الزواج ولا من ناحيه هذا. وحتى الحمد لله بنتي انا عطاني واحد البنت ثابته، ما كانتش عندي معاها مشكل ديال راه غتخرج ولا كالطياره ولا مي هذه، انا كانت كتجيني الطياره، يعني البنت اللي عندي في الفيلم كانت كتجيني يعني خفيفه بزاف، واش فهمتي؟ تتبان لي هذيك هي العقليه ديال ديك الام، هذيك الام اللي عطيناها في المسلسل عطينا هذيك العقليه انها خصها تزوجها تسترها، لان الدريه كطير، داك السيد اللي معاه واش كتلقاها عنده في الدار من هي وياه دائما، يعني ما قبلتش وما كاينش شي خطوبه رسميه، راه غير جا هضر ومشى، ما كاين حتى شي حاجه جابها ليها ولا، يعني ديك الام حتى شي حاجه ما هي سيريو فهاديك الخطبه. لا ماشي التعامل ديالي اللي دفعها انات، سمحي لي خصنا نكونوا واقعيين شويه، مازال انت ما تنظر ما ولدتيش وما هذه ما عندكش، احنا كلنا ملي كنا في شبابنا ومع والدينا وفهذه كنا ضد داك التعامل ديالهم تجاهنا، ولكن كي كانت كتقول لي امي الله يرحمها وتتولدي وتعرفي بحقهم، افيكتيفمون نهار اللي ولدت وليت كنعرف بحق الاولاد، بانني خايفه على البنت، باننا مازال دوله مازال اللي باقي المجتمع اللي باقي عندنا البنت وما تبان هي ودري في الزنقه ولا تمشي لعنده ولا تسافر معاه ولا واحد كاينين واحد المجموعه باقيين هاد التقاليد عندها. اذا ملي تغتصبت ولا هادي واش كاينه شي وحده غتخرج مع 12 الليل؟ اش راه قالتها لها؟ قالت لها واش كتسني في الزوافريه يتلقاو لك بالحليب والتمر؟
انت خرجتي لهم بحال اللي كتقول لهم ها انا دا. لا ما انتهاش، ولكن بقات النهايه ديال الحلقه، نهايه المسلسل غتكون واحد غتكون مفاجاه. وي النهايه كاينه في الحلقه الاخيره. هو شويه ضروري ضروري. السلسله ديال الفاميليا الاستاذه جيهان بحار، كان انا بالنسبه لي انا باقا الان متفاجئه انه علاش ما دازش في رمضان، لانها كانت سلسله هائله وكوميديا يعني بقواعدها، الكوميديا اللي كيبغاها كل الجمهور. كاينه ظروف بوحدها اللي كنشوف دابا صافي، وكنيناتي يعني كنشوف الارتئام ما كنشوفش الدوزام. مي بيان سور ايجابي باش كتشوفي مسلسلات ولات كتشدك. هما مسلسلات حنا من النهار اللي جيت لهذا الميدان كانوا مسلسلات رائعين، مع فريدة برقية، مع واحد المجموعة ديال المسلسلات اللي كانوا يعني ما في رمضان ما كانتش كتلقاي بنادم في الزنقة بزاف المسلسل ديس ديال فريدة برقية، ولكن دابا كثروا الأعمال. هذا هو الجانب الإيجابي ديال هاد ديال الإذاعتين يعني الأولى والثانية، والأغلبية الأولى عندها مسلسلات بزاف. كاينة لا سينكيام حتى هي راه دايره سلسلة، مجموعة ديال سلسلة مسلسلات مغربية، يعني هادشي في صالح الفنان في صالح المجتمع، عنده لو شوا يتفرج في هادي ما يتفرجش في هادي. واش فهمتي؟ ماشي بحال اللي تيكون مسلسل واحد كلشي منكب عليه غادي يشوفه، الا ما شافش هذاك ما عندوش ما يشوف. واش فهمتي؟ وفي صالح الجمهور وفي صالح الفنانه او ميم طون. كاينين النقابات كاينين هذا، ولكن ما كاينش معامن. انا رئيسه ديال النقابه المغربي للفنان المحترف اللي منضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولكن الفنانة ما كيضامنوش معاك، ما كيوقفوش جنبك باش انت توقف بجنبهم وتولي توصل النقابة لديك المرحلة انها تولي تحكم في الفنان، في المسار الفني، في تغيير المسائل اللي هي خايبة بالنسبة للفنان، توقف معاهم. فهمتي؟ يعني بالنسبة لينا كنخدم في الخفاء، كاينة شي حاجة كنديرها في الخفاء. و اهوا اسمحي لي، كل واحد وظروفه، كل واحد وظروفه. يعني راه ماشي الواحد ملزم انه يمشي للجنازه ديال واحد الفنان. ممكن يكون مريض داك الفنان، ممكن تكون ما عندوش مويان ترونسبور باش يوصل تمايا، ممكن بزاف ديال عنده حوايج غيقضيهم اللي هو عائليه او لا. يعني ما نلوموش الفنان علاش ما مشاوش، يعني راه اي فنان كيموت في وسط منا الا كنتالموا وكنبكيو وكن يعني ماشي وجودنا في ديك الجنازه هي راه غادي تبين بان راه هو وفي لهذاك السيد ولا سانريان افواغ. تعيط بالتليفون عادي، يعني ماشي ضروري بنادم يوصل. مثلا في الجنازه ديال خديجه الله يرحمها مسكينه بعيده، مثلا بنادم ما عندوش الميان ترونسبور باش غيمشي. واش فهمتي؟ راه كاينه ظروف اللي ما كتسمحش للممثل انه يتنقل. يعني راه الجنازه ديال العائله وداك الشيء راه ما كيحضرش فيها كل شيء. كنقول للجمهور ديالي كل سنه وانت بألف خير وبصحه والعافيه، هذا رمضان الكريم ولو انه راه على ابواب الانصراف،
كيوجد راسو. وتنقول لهم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية وبكل ما تمنيتوا يا رب، وبالسلم والسلام لبلادنا الحبيبة.